لا تفهم رويدة عبد الرحمن الأمراض التي يتحدث عنها والدها، لكنها تعيشها واقعاً. تعرف أعراضها دون قدرة على الحديث. مش تواصل، ما فيش علاجات، ما فيش يعني كامل سوء تغذية كامل، حصل لهم مجاعة بشكل عام، يعني مجاعة الأطفال الجمهوري كلهم. غيرها الكثير من أطفال اليمن الذين تتحدث عنهم برامج الأمم المتحدة بخبرائها، الذين حذروا من نمو جيل كامل من الأطفال يمكن أن يضيع بسبب استمرار سوء التغذية. برنامج الغذاء العالمي قال إنه وبالنسبة لملايين اليمنيين في أنحاء البلاد، الحياة ليست سوى صراع من أجل البقاء. في الحديدة فقط حيث تدور المعارك في عدد من نواحيها، فر أكثر من نصف سكانها. وقال عنهم برنامج الأغذية العالمي أن الأطفال المصابين بسوء التغذية سيواجهون صعوبات في مقاومة المرض بسبب الافتقار إلى التغذية السليمة في ظل عدم الاستقرار والإنتاج الشحيح للغذاء، والاعتماد على الاستيراد في ظل معارك تدور حيث مخازن الغذاء التي تتعرض للقصف ويتعرض ما فيها للتلف، بينما يلقى المحتاجون مصيرهم في ظل انتظار بلا نهاية.